آه حبي هنا جيت. كي دايرين؟ بخير. كي داير مع الصحيحه؟ سجلتكو ديال القفل ودرك غادي نسجلكو ثاني كين ديال القفل ديال التصفيح ديال الصوره ديال الغائب اللي ولدها غايب، والله البنت ديالها غايبه هاربين عليها ما داين هي فيها، واللي الراجل ديالها ثاني كين هنا في اوروبا ولا المغرب ولا كيسمته ما مسوق لهاش، وتاني اللي الطليق ديالها وباغيه ترجع وكل شيء ونا على الدراري وعلى كل شيء وباقية تبغي. اليوم غادي نديرو حنا الصورة نتاع الصور. ها راني هادي غير صمت، هذا ابراهيم في صغره. ها هاد نتاع الصورة اليوم والقفل. احنا القفل الا كان قديم عندنا في الدار احسن، لان ديما كنحلوهم بنلعو فيه التيسير. الا كان ديال الورثة احسن، واللي ما عندهاش تمشي عند مول الحانوت وتشري عليه. شي مره كان يكونوا فيه جوج، شي مره يكونوا فيه ثلاثه. حنا هذا غادي نجيبوه ونديروه في القران مسدود، غادي يبات في صوره الواقعه في الوسط، ونخليوه ونزيدو نقراو عليه شويه تما، ونخليوه تما ليله كامله. غادي يبات هذا القفل ليله كامله، غادي نجيبوه الصباح الاخر ونحطوه هنايا. من غادي نحطوه اليوم الثاني حنايا خاصنا نديرو الصورة، الصورة ديال البنت ولا ديال الولد ولا ديال كسميته. بصح اللي ما عندهاش الصورة ولا كسميته راني درت ديال القفل بوحده، بصح هذا خاص بالصورة، يعني التصفيح التمريض الكراهية اللي متقفينها على الزواج، اللي متقفينها على كسميته، وتكون بنتها برا مسكينة في أوروبا وما عمرها تزوجت، وتكون تاني كين هي هنا في أوروبا وما عمرها تزوجت، أو في المغرب أو في الجزائر، المهم كاع الدول العربية كان بغيكو وكان متكو على الدول العربية، وراني مسلم عليكو. والبنات تاني كين اللي مساكن في الغربة هنايا كاملين، والله يحسن العون، وراه كتر السحر وكتر كسميته. حنا اليوم عندنا نتاع الصور، تاني كين اللي مشى عليها الخطيب ديالها، أو تاني كين كيخطب وما كيقربش. المهم حنا القفل الا كان عندنا قديم حسن، ولا ديال الورثه حسن، لا كان عندنا في الدار. واللي ما عندها حتى شي حاجه سمعوا مزيان، تمشي تشريه من الحانوت، يعني تشريه من الحانوت جديد. رانا بيتناه في القران، غادي نجيبو حنايا لان حنا غادي ندوشو. اللي كان عندها الماء ديال الشتاء احسن، واللي كان عندها ديال الابار احسن، واللي ديال العيون احسن، ولا ديال سيدي حرازم، ولا ديال فزوان، ولا ديال الواد احسن، واللي ما عندهاش السقايه وتعمر وتقول قالها لي العدو ديال ابراهيم. عندنا البيدو هنا، غادي نجيبوا هذا البيدو، حنا نكون عمرناه بالماء، وغادي نجيبوا الصوره. الصوره هاي الصوره ديما تشوف للسماء، ما ديرهاش بالمقلوب، لان المقلوب ديرها للكراهيه، بصح هكا اللوجه تشوف اللوجه يعني للتيسير وكلشي، بصح الا درتيها هكا للكراهيه. حنا غادي نديروها تشوف هكا، هي هنا ها الصوره غادي تشوف هكا، شوف كي دايره الصورة. ها غادي ندخلو الصورة هنا ونديروها هنا. حنا رانا دايرين الما هنايا، غادي نجيبوها إلا ما بغاش تهود. حنايا غادي نجيبو هاد الأعشاب ونديروه، من نديرو هاد الأعشاب هنايا غادي نجيبو الأول القفل. قبل ما ندير القفل غادي نجيبوه كيما هزيناه من القرآن مبلع، غادي نجيبوه تاني كين ونديروه هنايا فوق الصورة مبلع، لأن اليوم عندنا الصورة. بصح اللي ما عندهاش تاع الصورة راني درت الأول، الأول راني غادي نطلعه، غادي نطلع لكم الثاني، بس سمعوا حبي وسمعوا مزيان. وبزاف اللي قال لك حبي ما راناش نسمعوا، واش مشى القصة؟ إبراهيم يشرف والصوت مشى، غادي تبقى غا الصورة. نضحككم. حنايا جبنا هذا الماء، ومن جبنا هذا الماء هذا ما غاديش ندوشوا به، يا ربي راني غلطت، هذا الماء ما غاديش ندوشوا، لان بصح اللي بغا تدوش به تدوش به، ربما يكون تعكاس هي فيها تاني كين، او لا الراجل، هذه راه صالحه للراجل والمراه. وتاني كين اللي يكون متقف على الجماع، راه بزاف كانوا يتقفوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، من كانت الحروب كانوا يتقفوا ويديوها معهم، ولكن هذا تعكاس، هذا دمار، هذا دمار. كاين اللي تبغي تثقف بنتها على العزوبيه، لكن تثقفها على العزوبيه وتدمرها، تقدر هذيك الدريه ما تولدش، ومسكينه ديما تكون معكسه، وغير تزوج وتطلق، لان هذا دمار. شحال من وحده تقول لك لا غادي نحصن بنتي، تحصين لا حبي، خليها مطلوقه، اللي كتبها الله هي اللي كاينه، فهمتي؟ اللي كتبها الله هي اللي كاينه،
اللهم صحتها فين ما مشات مقبوله كل شيء. هذا هو الدمار، لا قبول ولا حتى شي حاجه ولا يعدمك، لان كيتقفوا فيه الاغلبيه الدول العربيه كيتقفوا فيه، لا راجل ولا امراه. ثاني كاين اللي تقفوه على الجماع، ناعسين واحد المراه والراجل وشي ما يشوفش، شي من يشوف. حروب اهليه خاصه، انا حبي على المترايه وشد فيا نشد فيه على عين القفل. ها هو بيت في صوره الواقعه، نجيبوه لهنا وتكوني قريتي عليه كل شيء، داك الشيء كاع اللي كاين في القلب ديالك خوي، يعني بكي ولا قراي كل شيء اللي في القلب ديالك وتخويه. نديروه هنايا، غادي نجيبو الاعشاب، هذه نفس الاعشاب اللي درتها ليه باش ما تخلطوش. حنايا عندنا سرغينه، راه سرغينه ديما زينه في البخور ولا في الدهن، ديما هي والدفله. عندنا سرغينه، عندنا الدفله، عندنا ام الناس، عندنا حجره الفك ذكر وانثى، ها الانثى وها الذكر، عود القسط الهندي، عندنا هنايا شبه، هنا عندنا اوراق السدر. انا ما بغيتش نخلطهم، معلقه صغيره، اللي بغات دير معلقه كبيره دير معلقه كبيره اللي احسن باش تقسم هذوك الاعشاب وتبخر بهم العسل. الفيجل، الحرمل، العرعار، غادي نجيبو هادو وغادي نديروهم اما في السطح او لتحت، ما عندنا غرض بالنجو. المهم حنايا كيباتو هادو كي سميتها، نسيت لكم حاجه، خاصنا حنا اللدون يكون هنا، اللدون حتى هو يبات، لان اللدون غادي نستعملوه مره واحده اخرى. حنا غادي نجيبو هادو النهار الاخر، يعني النهار الاول باتوا في القران والنهار الجوج باتوا في الاعشاب، يعني يومين. عقلوا حبي، اللي في التالي تقولوا ما سمعناش ابراهيم، ولا ابراهيم الصوت مشى له، ولا ابراهيم طراش فعلا كبرت، راني كبرت والصوت زايد وتبدل بالله. المهم غادي نجيبوا هادو في الصباح، اللي ما عندها لا سطح ولا نجوم الدنيا هانيه. المهم حنا الغرض يباتوا في العشو، الاعشاب غادي نشفوها ديما استعملوها، الاعشاب ديما نشفوها، واخا ننسى ديروها من راسكم نشفوها واستعملوها. اللدون غادي نخرجوه نستعملوه نهار اخر. غادي نجيبو حنايا القفل باش ما يتخلطوليش هاد العرعار وكي سميته، غادي نجيبو القفل ونخرجوه. القفل حنا كي غادي نديرو له؟ القفل حنايا غادي نطيبوه حتى يسخن، وتقراي عليه القران وتكوني واضيه، ومن تكوني تقراي عليه ما يكون عندك لا مساك ولا حتى شي حاجه ولا حتى شي، تكوني في قندور، لا راجل ولا امراه. هذه راه خاصها يديرها الراجل والمراه، الراجل ثاني كي يكون متقف على الجماع ما يدير حتى شي حاجه، حتى شي حاجه، وتلقاه مسكين كبير وكيسميته. غادي حنايا مين يطيب الصوره راه تكون هنايا، غادي نقراو صوره الواقعه ولا المعوذات ونجيبوه هنايا ونطفيوه ونطفيوه تحتنا. الصوره راه تكون تما والاعشاب. نخرجو ثاني كي القفل المره الاولى ونطيبوه المره الجاوجه. ثاني كي ونجيبوه تحتنا ونطفيوه، تكون قندوره ما تكون دايرين حتى شي حاجه، ونطفيوه ونقراو المعوذات ولا الفاتحه ولا الاخلاص. ها الجوج ثاني كي نطيبوه فوق البوطه، لان الفران ما صالحش، خاصكم تطيبوه فوق البوطه، خاصه يحمر وتهزوه بلقات باش ما يحرقكمش. ديما اللقات يكون عندكم لا في الصفيحه ولا في الفاس ولا في القفل. غادي نجيبوه ثاني كي الثالثه ونطيبوه مزيان حتى يحمر، ونطفيوه هنايا ونقراو القران وتنويقع هذاك الشيء اللي كاين في القلب ديالك. كي نكملوها حبي غادي نخرجوا القفل وغادي نشدوها هكا وغادي نفتحوا وتنوي كاع هذاك الشيء اللي عندك في البال. حنايا احنا حلينا ونوي كاع داك الشيء اللي عندنا. حنايا هذا باش ما يغلطش ولد ديالنا ولا بنت ديالنا وتلقاه وتبلعوا ثاني كنزيد التقفي. غادي نجيبوا اللدون غادي نذوبوه على البوطه، من يذوب نهزو بمعلقه وندخلو في هاد التقبه وتبلع. وهذا ديما نستعملوه للصوره ثاني كاين، ديما نقلعو فيه يبقى عندنا بحال اللدون ديما. هذه هي الطريقه اللي كانوا يديروها جدودنا، ماشي بالريكو دوك التخاريف وكي سميتها. هذا ديما نبقاو نستعملو نديرو بحال اللدون ولا بحال الصفيحه ولا بحال الفاس. قالت لك وحده راه قالوا لها اللدون حرام، شكون اللي قال لك اللدون حرام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سحروا له وكان يدير اللدون بوحده. احبي اللدون ما كانش حرام، خرج لي شي ايه قرانيه حرام اللدون، ولكن داك اللي راه يسرقو كي سميتها ماشي حرام، انت راك تسلكي راسك احب. حنا بلعناه هنايا وغادي ندسوه، وفما درنا ثاني كنعاودو بنفس الاعشاب وكي سميتها. غادي نجيبو الاعشاب ونصفيوها،
الاعشاب ننشفوها ونقسموها على 3 ايام ولا 4 ايام ونديروها مور العصر ونبقاو كل ليله نبخر. اما الماء نقدروا ثاني كي ندوشوا به اولا تسيقي به الدار ثاني كي العتبه باش يحيد منها كل شيء. هذاك الشيء كل شيء الدون نبقاو نستعملوه لان بيت معنا في القفل وفي الصوره وكل شيء، ثاني كي نبقاو نستعملوه 3 مرات في اليوم، يعني الطفيله الاولى والزوجه والثالثه. الا درتوه غير مره في السيمانه كفايه، انا كنديرو جوج مرات في السيمانه مزيان ديما كنديرها لان انا متبوع ممكن الكزمي تاعي يديروا لي من المغرب كيديروا لي لانه كنحس به والجنون ديالي كيقولوا لي بلي عندك. كاين نشوف راسي كي تشوفوا راسانكو تقاليتو قبضكو برجال العظام ديالكو تقال عليكو وديروه في اي وقت، ما يكذبش عليك اللي يقول لك لا خاص واحد يكون مجنون ولا مريوح هو اللي يدير الدول كذب، هذوك راهو سرقه. ديروه لراسكو وما يديولكوش فلوسكو حرامي ويسرقوك وحبي وما نبغيش عليكم. غادي تجيبوا الدول وتمكن تبقاو طرطقوا فوق ما رشق لكم وفي اي وقت ديروه، بغيتوا ديروه في الصباح ديروه في العشيه ديروه في نص النهار، المهم ديروه بوحدكم تقدروا ديروه بوحدكم. الماء تقدروا تسيقوا به العتبه والدار كامله والاعشاب تقسموها ومر العصر تبخروا زين مر العصر ديما تبخروا تقسموا عينكم ميزانكم على ثلاثه الاعشاب ديالك اللي درتوها كان موت عليكم. وهذه هي التصفيح فك تصفيح انت الصوره، والمره الجايه غادي نوريكم كي ديروا تحلوا الصفيحه لان هي كيتقفوا فيها وكيحلوا فيها. انا نوريكم الحل لان نوريكم الفرق تتقف ما نوري حتى شي واحد، شحال من واحد يقول لك سحار بينو بالله خلقها كان موت عليكم.